السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 5 من درس معادلة المستقيم. التمرين يقول: المستوى المنسوب إلى معلم متعامل ممنظم OSG، نعتبر دلتا مستقيما ذا المعادلة Y تساوي 1 على 2 ناقص 5. السؤال الأول: حدد المعامل الموجه للمستقيم دلتا. السؤال الثاني: من بين النقاط الآتية حدد التي تنتمي إلى المستقيم دلتا. إذن تحديد المعامل الموجه للمستقيم دلتا، إذن في هذه الحالة هما عطينا معادلة المختصرة للمستقيم دلتا، وبالتالي المعامل الموجه هو معامل X. إذن المعامل الموجه هو نقطتان 1 على 2، إذن المعامل الموجه أو الميل. السؤال الثاني قالك: من بين النقاط الآتية حدد التي تنتمي إلى المستقيم دلتا. إذن باش تكون واحد النقطة معينة مثلا الإحداثيات ديالها إكس أ إيكغيك أ كتنتمي، يعني هاد النقطة باش تنتمي للمستقيم دلتا خاص الإحداثيات ديالها تحقق المعادلة. إذن باش نعرف واش كتحقق المعادلة ولا لا، كناخد الأفصول وكنعوضو في المعادلة، يعني كنحسب إيكغيك وكنعوض الأفصول ديال النقطة أ، خصني نلقى هاد إيكغيك هي إيكغيك أ. إذن غنحاولو نشوفو الحالة الأولى. إذن عندنا معادلة المستقيم، إذن نأخذ النقطة أ اللي هي 2 ناقص 4. إذن هل النقطة أ تنتمي أو لا تنتمي؟ إذن سنرى. إذن عندنا المعادلة هي هذه، إذن كناخدو إيكغيك تساوي، إذن كنعوضو إكس الأفصول ديال أ في المعادلة، إذن هو 1 على 2 مضروبة في إكس أ اللي هي 2 ناقص 5. إذن 1 على 2 في 2 هي 1 كنختزلو، ناقص 5 تساوي ناقص 4، وناقص 4 راه هي إيكغيك أ، إذن تساوي إيكغيك أ. إذن أ تنتمي إلى المستقيم دلتا. الحالة الثانية، نأخذ النقطة الموالية اللي هي ب 3 ناقص 2. إذن بنفس الطريقة كنحسبو إيكغيك، كنعوضو الأفصول ديال أ في المعادلة، إذن هي 1 على 2 3 ناقص 5. إذن 1 على 2 3 هي 3 على 2 ناقص 5. إذن كنوحدو المقامات، أي 3 على 2 المقام الموحد هو 2، إذن ناقص 10 على 2، إذن تساوي ناقص، إذن 3 ناقص 10 هي ناقص 7 على 2، وناقص 7 على 2 ما كتساوي لناش ناقص 2، إذن تخالف إيكغيك أ اللي هي ناقص 2، وبالتالي النقطة ب لا تنتمي، إذن ب لا تنتمي، هذا الرمز ديال عدم الانتماء إلى دلتا. الحالة الموالية، النقطة سي، إذن سي الإحداثيات ديالها 0 ناقص 5، إذن بنفس الطريقة، إذن إيكغيك تساوي 1 على 2، إذن إكس سي كنعوضو الأصول ديال سي اللي هي 0 ناقص 5. 1 على 2 في 0 هي 0، 0 ناقص 5 هي ناقص 5، إذن ناقص 5 تساوي إيكغيك سي، وبالتالي فسي تنتمي إلى دلتا. آخر نقطة هي أو اللي هي 2 على 3 ناقص 1 على 2، إذن بنفس الطريقة إيكغيك تساوي 1، إذن 1 على 2، إذن في 2 على 3 ناقص 5، إذن 1 على 2 على 3 هي 1 على 3 ناقص 5. إذن نحسبو، إذن عندنا إيكغيك تساوي 1 على 3 ناقص 5 هي 1 على 3 ناقص، إذن كنوحدو المقامات، إذن 15 على 3، إذن 1 ناقص 15 هي ناقص 14 على 3، وحنا كنعرفو
بأن او يعني إجريك او يساوي ناقص واحد على جوج، إذن هذه تخالف إجريك او. إذن او لا ينتمي النقطة أو لا تنتمي إلى المستقيم دلتا.